نعم، من المفيد أن هذه الأحداث هي ليست الأولى. نعم. معروف عن عصابات الشفتة هي عصابات أثيوبية، وأثيوبيا هي بلد المنشأ ولا توجد في المقابل يعني شفتة سودانية، هذا من ناحية، وهي تمارس هذا النشاط، ولكن بعد التوتر الحدودي الأخير أصبح الإيقاع أو الجرائم أكثر حدة، وهذا يعني أن أثيوبيا بدأت الآن تستخدم هذه العصابات في مواجهتها المحدودة حتى الآن مع السودان، وهذه طبعا نقلة نوعية في الصراع باعتبار أنه جرائم الخطف وطلب الفدية هي جرائم تصنف جرائم إرهابية من الدرجة الأولى، وبالتالي السودان يملك كل الخيارات، وسبق أنه تدخلت القوات الخاصة السودانية وأفرجت عن أسرى تم أسرهم عن طريق الجيش الأثيوبي، فما بالك بالشفتة. ما هذه الخطوات التي يمكن أن تجريها السودان؟ ما الإجراءات التي يمكن أن تتبعها مع الجانب الأثيوبي؟ طبعا كل الخيارات متاحة للسودان، بدءا من القنوات الدبلوماسية وصولا إلى المقاضاة والوساطة، وانتشار الجيش السوداني أيضا على الحدود يعطيه الحق في الملاحقة هذه العصابات. لكن ليس هناك أي وساطة أو تدخل للوساطة لتصفية الخلافات حتى الآن بين الجانبين. هناك وساطات يعني تمت الآن عن طريق دولة جنوب السودان، وهناك وساطة أماراتية أيضا تم التفاهم حولها، ولكن قطعا السودان لن ينتظر هذه الوساطات، لأنه في النهاية حتى الحكومة الأثيوبية تتبرأ من هذه العصابات الشفتة وتدلل وتبرر أنها هي تعمل على الوقيعة بين الشعب السوداني والشعب الأثيوبي. لا أتوقع أنه يعني السودان سينتظر كثيرا يعني في لحسم هذه التفلتات الأمنية التي تجري على الحدود. هل هذا يعني أن السودان ستحتفظ برأيها وموقفها من استعادة الأراضي التي كانت تملكها ويسيطر عليها مسلحون أو مزارعون إثيوبيين حتى لو استمر الجانب الإثيوبي بهذه الانتهاكات والخطف وعمليات أخرى؟ نعم، السودان هو عمليا استرد كل الحدود، الفشغة الكبرى والفشغة الصغرى تم استردادها، وتم انتشار الجيش السوداني، والجيش السوداني الآن لا يقوم بحماية الحدود السودانية فحسب، ولكنه يحمي أيضا اللاجئين الأثيوبيين الذين فروا من المعارك التي جرت في إقليم التجراي وتحديدا إقليم مكني. فالسودان الآن يقوم بدور مزدوج، حماية الأراضي السودانية وحماية حتى اللاجئين الأثيوبيين الذين لا يمكن أن يعيد هؤلاء اللاجئين إلى إثيوبيا للضغط على الجانب الإثيوبي للتراجع عن هذه الانتهاكات؟ طبعا الكرود أمام السودان كبيرة، يعني اللاجئين تبغى هذه قضية، بالإضافة إلى قضية التجراي وكذلك قضية سد النهضة في إقليم بني شنغول، كل هذه الكرود تبغى للسودان يمكن أن يحركها حسب ديناميكية الأحداث على الحدود. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور رشيد محمد الرشيد أستاذ العلوم السياسية، حدثنا مباشرة من الخرطوم.